بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، جعله الله عز وجل كتاب هدى، فكان هو أصل الهدى في نوع هداية الدلالة، لأن الهدى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق وهدى البيان والدلالة. فهدى التوفيق وهو إلزام قلب العبد قبول الحق، هذا النوع من الهدى جعله الله عز وجل لذاته العلية، ولم يجعل هذا القسم من نوعي الهدى لأحد سواه، وبين ذلك في كتابه ونص عليه. ومن ذلك قول ربنا عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا النوع أيضا نفاه الرب جل جلاله حتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمنفي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى التوفيق، والمثبت لله عز وجل هنا هدى التوفيق: ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، وهي ملزمة وموجبة للوصول إلى الغاية، والله عز وجل هو الهادي، فهذا اسم من أسمائه سبحانه الحسنى الهادي. وأما القسم الثاني وهو هداية الدلالة والبيان والإرشاد، والله عز وجل أخبرنا عنها في القرآن أيضا، وأخبر أنها مرتبطة بأصول ثلاثة، أولها ومرتكزها هو هذا القرآن، وهذا ما نجده في قول ربنا عز وجل في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
وما نجده أيضا في سورة الإسراء من قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن كتاب هدى، والقرآن يهدي، والقرآن يهدي. والهداية هنا المرتبطة بالقرآن هداية البيان، وهداية الدلالة، وهداية الإرشاد. وكذلك ربط هذا النوع من الهدى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وربط بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونجد هذا في قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمله ووظيفته ومهمته مع أمته قال الله عز وجل في أمره: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي يهدي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعل الله عز وجل هذا الهدى الذي هو هدى البيان في هذا البيت العتيق، الكعبة الشريفة، وهذا نجده في قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالله عز وجل يهدي وله هداية التوفيق، والقرآن يهدي وله هداية الدلالة والبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي وله هداية الدلالة والبيان، والبيت العتيق يهدي وله هداية الدلالة والبيان. فهذه الأمور التي تعلق بها أمر الهدى، فالقرآن هذا الكتاب كتاب هدى، والهداية شأنها عظيم، فإن محقق غاية الوجود وهي عبادة الله هو الإنسان المهتدي، والتارك المفارق لغاية الوجود عبادة الله المفارق لها هو الضال، والضال ضد المهتدي. والله عز وجل جعل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة مرتبطة على قدر تحقيقه للهدى أو مفارقته للهدى. فالله عز وجل في كتابه أعلن للناس ضمانة عظيمة، والضمانة بمعنى الكفالة، أي أن الله ضامن وأن الله كفيل لعبده. والله عز وجل أوفى الأوفياء بما وعد ويعد. فالضمانة التي أعلنها الله في كتابه نجدها في قوله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي قوله عز وجل في البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الضمانة المعلنة للناس كلهم، الله عز وجل ضامن، الله عز وجل كفيل لمن اتبع هداه ألا يوصف وألا يكون ضالا في هذه الدنيا،
وألا يكون شقياً في الأخرى، وألا يكون خائفاً ولا حزيناً في الدنيا والأخرى. هذه الضمانة وهي مرتبطة باتباع هدى الله، وهدى الله تبين لنا أين نجده. أما هداية التوفيق وهي الأعلى، وهي الأعلى، فإن أعظم والأصل في تحصيلها هو أن تطلب من مالكها. ولما كان هذا هو الأعلى وهو الأهم، وجدنا في أول سورة في هذا المصحف الشريف في سورة الفاتحة يذكر هذا الدعاء الوحيد بهذا الطلب الوحيد، وهو طلب الهدى، طلب الهدى. فالله هو الهادي وبيده هداية التوفيق، وهداية التوفيق هي الأعلى، والمهتدي يدخل في الضمانة، ومقتضى الضمانة سعادة الدنيا والآخرة والفوز في الآخرة. فلما كانت هداية التوفيق بهذه المكانة وهذا هو الطريق الرئيس للوصول إليها، فكان في صدر القرآن، صدر المصحف في أوله في سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، السورة التي أوجب الله عز وجل على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة من صلاته ليكون في قلبها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وأما هداية الدلالة فكما ذكرت أسها هذا الكتاب، وهو من عند الله جل جلاله، فهو كلامه المنزل على رسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام. فلما كان هو أساس هداية الدلالة، فبعد أن يقرأ الإنسان في الفاتحة آياتها ويسأل الله هداية التوفيق، فيجد أن من توفيق الله للإنسان أن يهدى لهداية القرآن، وأن يعلق قلبه بهذا الكتاب، وأن يجد في نفسه القبول للإنقياد لما في هذا الكتاب. لأن موضوع الهداية عظيم، ومن أعظم الدلالة أن الإنسان يجد أنه سائر في هذا الطريق حين يجعل هذا الكتاب أمامه ولا يجعله خلف ظهره، عندما يجعل هذا الكتاب هو غذاء قلبه وفكره، وهو محل حب قلبه واستئناس نفسه، وحينما يجعل هذا الكتاب محل ذكر لسانه، وعندما يجعل هذا الكتاب محل تطويع جوارحه، فالجوارح تلين وتعمل بحسب ما في هذا الكتاب العظيم. فهذا معلم به يستدل الإنسان أنه سائر على طريق الهدى، وأنه وضع قدمه في هذا الطريق،
أما إن كان الإنسان هاجراً لهذا الكتاب، هاجراً لتلاوته، هاجراً لاستماعه، هاجراً لإسماعه، هاجراً لتدبره وتفهمه، هاجراً للتيقن بما جاء فيه من الحق، هاجراً لتطويع الجوارح لأحكامه، فأنى لمثل هذا أن يكون مهتدياً بهدى القرآن، وأنى له أن ينال وعد الله عز وجل لمن اتبع هداه، أنى له أن يطمئن أو أن ينظر إلى نفسه على أنه دخل في هذه الضمانة الربانية. كيف؟ من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ثم هو لا يقرأ كتاب الله ولا يتدبر كتاب الله ولا يجعله مرجعاً له في الحقائق وقضايا الإيمان والاعتقاد، ولا يجعله مرجعاً لأعماله. وعلى قدر موقفك من هذه الأمور الأربعة تدرك مكانك من الهدى، ومن ثم منزلتك من الضمانة التي أعلنها الله جل جلاله. ووقوفنا في دروسنا هذه مع هذا الكتاب، وما زلنا مع السورة المدنية، سورة آل عمران، وما زلنا ونحن نقرأ الآيات التي تذكرنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا بمرحلة من مراحله وبوقائع في وجهة محددة، وهي قضية الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البلاغ المبين لقوم جاوروه ولكنهم كفروا بالله، جاوروه سكنا وكفروا بما نزل عليه من هذا الكتاب، كتاب الهدى. وتلك الفئة بالتحديد أهل الكتاب، وبالتحديد من أهل الكتاب اليهود الذين سكنوا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالبلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر البلاغ طوال حياته، وقد وقفنا في دروس مضت مع شيء من تلك الأخبار النبوية في قيامه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وتعليمه لأصحابه القيام بهذا الأمر، وبلغ أمته أن يقوموا بهذا الأمر، والصحابة رضوان الله عليهم الأمناء على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا ما رأوا وما سمعوا، بلغوا هذه الأمة، وكانت الأمة وفية، وكيف لا تكون وفية والله عز وجل قد بشرها بأنها خير أمة
وأن الخيرية مربطها هذا الأمر العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووالله لم تتوقف هذه الأمة عن القيام بهذا الحق منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن من آمن معه من الصحابة، والأمة قائمة بهذا الأمر. يقل ذلك أو يكثر، يكون من فئة ويتخلى فئة، ولكن ليس هناك موقف وموطن وزمن تخلت الأمة عن القيام بهذا الأمر، لأن هذا وعد الله، وهذه بشارة الله، وهذه هي الخيرية في هذه الأمة التي هي آخر الأمم وخير الأمم، أنها ستكون قائمة بهذا الأمر، خصوصاً إذا أدركنا كما تبين لنا أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ذاك الأمر المرتبط بحياتنا كلنا. كل أمر تأمر به، وكل نهي تنهى عنه، كل أمر تؤمر أنت به أو تنهى عنه، مقياسه أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فكم من هذه الأمة من يربي أولاده على الإيمان، على الصلاة، على الصيام، ويعودهم على ذلك، هذا أمر بمعروف. كم من الآباء والأمهات يربون على الخلق الحسن، هذا أمر بمعروف. ينهون عن الأخلاق السيئة، هذا نهي عن المنكر. إذا أدركنا ذلك نجده في بيوتنا، نجده بين أهلنا، إن نظرنا وتذكرنا آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا، فإننا نجد أن هذا الأمر حاضر. إذن هذه هي الأمة التي هي خير أمة. الأب الذي يربيك على ألا تأكل الحرام وألا تمد يدك إلى الحرام، هو يأمرك بمعروف وينهاك عن منكر. إذن هو وصف هذه الأمة الخيرة التي هي خير أمة أخرجت للناس. إذا فهمنا الأمر بهذه الطريقة، إذن هي مهمة كل واحد منا، وكل واحد منا يمثل لبنة في هذه الأمة التي هي خير أمة، عندما يكون هذا حاله مع من تحت ولايته. طفلك الصغير ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، متى ما بدأ يعي إن أمرته بشيء وكان التقويم عندك. لذلك الأمر أنه يرضاه الله، إذن أنت الآن تقوم بهذا الواجب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما نادت المرأة في حضرته طفلها الصغير وتشير إليه بيدها، أي تعال وأعطيك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنت تريد أن تعطيه لو جاء؟ قال: تعطيه تمرا. قال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. لابنها الطفل الصغير، إذن هنا دخلت في دائرة المعصية. فهذه خيرية هذه الأمة. ذكر ذلك، وهذه الآية التي وقفنا معها سابقا، في ثنايا
في ثنايا الخطاب لأهل الكتاب لليهود وعنادهم وكفرهم وإصرارهم على ما هم عليه، والله جل جلاله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم آيات القرآن ليخاطب بها أهل الكتاب. ووجدنا في هذه الآيات الحكمة الربانية والرحمة الإلهية، وجدنا كيف أن الله جل جلاله يحذر وينذر أهل الكتاب، ومرة يدعوهم برفق، ومرة يتوعدهم، ومرة يخبرهم عن آبائهم وتاريخهم، ومرة يكشف أسرار صدورهم وما يدور بينهم في خاص لقاءاتهم واجتماعاتهم في جوف الليل، فيجعلها الله عز وجل أمرا ظاهرا، كل ذلك علهم أن يعودوا إلى الله، علهم أن يسلموا، علهم أن يكونوا ممن يهتدي فيكون من السعداء. ولذلك بعد الإخبار بتلك البشارة، فالله عز وجل يقول لأهل الكتاب: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يا أهل الكتاب، أمامكم الفرصة أن تكونوا من خير أمة، ولكن سبحان الله، من يقرأ القرآن يجد وكأن أهل الكتاب حالهم كحال صاحب الفرصة الضائعة، لم يقبل. فها أنتم إن كنتم آمنتم بمن سبق من الأنبياء والرسل، فهذا النبي الخاتم، فآمن، فيكون في الإيمان أنكم يرتقي حالكم ومنزلتكم فتكونون من خير أمة أخرجت للناس. ولكن مع ذلك لم يؤمنوا ويستمرون في مكرهم وكيدهم والأذى الذي يصدر منهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو أصحابه رضوان الله عليهم. والمقصود هو جر ذاك التأريخ والسير عليه، يقتلون الأنبياء بغير حق، حرص على أن يفعلوا ذلك، تفريق الناس عن الأنبياء يفعلونه مع الصحابة رضوان الله عليهم، إثارة كل عصبية ونعرة وجاهلية علهم يصرفون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذون المسلمين بمظاهر الكفر والشرك. وهذا معنى عظيم عند المؤمن، لأن المؤمن من الأمور التي تؤلمه والتي تسوء أن يرى فعل الكافر حين يعصي ربه جل جلاله وحين يشرك به، فيؤلمه ذلك، فكانوا يتقصدون أن يفعلوا ذلك ليدخلوا هذا الألم على نفوس المؤمنين. والله يريد من عباده المؤمنين أن يكونوا صادقين في إيمانهم، وأن يكون المؤمن ثابتا على الهدى الذي اختاره
لأن طريق الهدى لا يريد الله أن يدخله الإنسان بالإكراه، لا إكراه في الدين، وإنما يدخله عن قناعة، يدخله عن رضا، يدخله عن فهم، يدخله عن رغبة صادقة. فيريد من هذا المؤمن أن يكون متصلباً في دينه، قوياً ثابتاً. ولذلك نجد القرآن في ثنايا الخطاب مع هؤلاء الكفار يعود إلى المؤمنين ويجعل من تلك المواقف طريقاً لتربيتهم وتأصيل الإيمان وتثبيت فؤادهم في تلك المواقف. ولذلك ما كان منهم إلا ما أرضى ربهم جل جلاله. ولذلك كان بعد ذاك الكفاح الطويل لهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم أعلن الله عز وجل الرضا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأعلن الله الرضا، وكان الصحابة يتلقون هذا القرآن وقد تيقنوا أنه كتاب الهدى، فكانت نفوسهم تصلح به. فقال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية تضمنت علم من أعلام النبوة ودلالة وآية بينة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبرت هذه الآية التي نزلت على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أن اليهود الذين عاصروه وكانوا أعداء لهم، فأخبرت هذه الآية الكريمة بشيء وقع واستمر إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وما حصل شيء خلافها. فأخبرت أن المؤمنين الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم لن يضرهم كيد يهود، فكان ذلك، وبقوا على الإيمان، ومكر اليهود كل مكر وما وصلوا إلى شيء من بغيتهم، فتحقق موعود الله. هذه واحدة. الثانية أنهم لو قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون نصيبهم إلا الهزيمة، ولن ينتصروا في موقف، وهذا ما حصل، لا مع بني قريظة ولا مع بني النضير ولا مع بني قينقاع ولا مع يهود خيبر، وكلهم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهزموا، وكان ذلك بعد نزول هذه الآية. والله عز وجل قال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن لن يضروكم يا مؤمنين يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كل ذاك الأذى، لن يثمر ما أرادوا، بل سيجدون من ورائه خيبة أمل، وهذا ما حصل. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، هذا ما حصل، لأن آل عمران كما قلنا من أول السور التي نزلت، وهذه الآيات نزلت قبل غزوة أحد، وبنو النضير غزوة بنو النضير وبنو قريظة وخيبر كلها وقعت بعد نزول هذه الآية.
فقوله وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار حصل ما قال الله، ثم قال ثم لا ينصرون، أي لا يحصل لهم قوة بعد الهزيمة تجعلهم يعيدون الكرة لينتصروا، لا يكون ذلك منهم. وكان ذلك كما قال الله عز وجل. فما ضر المؤمنين وفي كل لقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام انهزموا، وبعد الهزيمة لم يجدوا من ينصرهم ويتقووا به ليعودوا ويعيدوا الكرة فينتصروا. فلذلك قال العلماء هذه الآية فيها دلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نجد القرآن من معالم هداه أنه أخبر عن أمور غيبية في الدنيا تحققت وفق ما قال الله جل جلاله، فهي دلالة على أن هذا الكتاب من عند الله وأنه الحق وما فيه حق، وأن ذلك أيضاً دلالة على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتينا الآية التي بعدها لتخبرنا عن حالة بئيسة وشديدة وتدل على شقاء هؤلاء الذين عرض عليهم الحق مراراً فلم يقبلوا، هؤلاء الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وكرر الدعوة إليهم، هؤلاء الذين الله جل جلاله أنزل فيهم آيات وحذرهم ودعاهم ثم لم يقبل. فتخبرنا هذه الآية عن صورة شديدة بئيسة تدل على شقاء هؤلاء وما وصلوا إليه، وكيف بعد ذاك الزمن في الخطاب والبلاغ ولم يقبلوا، فما الذي نالوه؟ فيقول الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثلاث أوصاف، ثلاث أمور الله عز وجل كتبها عليهم تعطينا دلالة عما وصلوا إليه من الباطل وعن معاقبة الله عز وجل لهم. تلك الأمور الثلاث: ضربت عليهم الذلة، باءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. الأول من هذه الأمور الثلاث قوله جل جلاله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والمعنى الذلة من الذل، ومن العلماء من يفرق بين الذلة بالكسر
والذل بالضم، فيجعلون بالضم الذل مكان عن قهر، وأما بالكسر ما كان عن تصعب مثل تذليل الدابة. ولذلك بمعنى أن هذا معنى يكون فيهم الشعور بهذه الذلة، ضربت عليهم الذلة. هذه الذلة التي ضربت عليهم، قال العلماء يبينوا ما هذه الذلة، ما هو واقعها في حياة هؤلاء. فمن العلماء من قال الذلة أنهم يحاربون ويقتلون وتغنم أموالهم، فها هم في كل موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا قتلوا وقتل منهم وأموالهم صارت غنيمة وسبيت نساؤهم. قالوا إذن هذا معنى من معاني الذلة المخبر عنها. ومن العلماء من قال الجزية التي أخذت منهم بمعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع من بعده من الخلفاء، فقالوا هذا من الذلة التي كتبها الله عليهم. ومن العلماء من قال لا ترى فيهم ملكا قاهرا، أي دائما يكونون في ذلة في هذا الأمر. ومن العلماء من أشار إلى معنى لطيف، قال الذلة وهو أن العقوبة لهؤلاء أن يبقوا على المعصية ومرتكب المعصية تعلو ذلة المعصية. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا. قال الله عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولاحظوا هنا هذا الاستثناء. الآن هي ثلاثة أوصاف، فالاستثناء جاء بعد الأول ولم يأتي بعد الثاني ولم يأتي بعد الثالث، بمعنى أن الثاني والثالث باق لا يتحولون عنه أبدا، وأما الأول فإن كان شيء من ذلك فذكر الله عز وجل أسبابه. فالذلة إذن مضروبة عليهم أينما وجدوا، أينما، وفي قوله عز وجل أينما ثقفوا، لأن قضية التفريق والتشتيت هذه قضية في اليهود، فلذلك في قوله عز وجل أينما ثقفوا أينما وجدوا، لأنه ليس لهم مكان واحد، وكان هذا من العقوبة التي عوقبوا بها. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالاستثناء في الأمر الأول، وذلك في قول عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما هو الحبل من الله؟ أكثر العلماء قالوا بحبل من الله هو العهد. ما المقصود بالعهد هنا؟ قالوا المعاهدة التي تكون
على الجزية فإن تلك المعاهدة بمقتضاها أن يبقى هؤلاء آمنين بين المسلمين بمقتضى ذلك العهد، وأن ذاك الأمر إنما هو بحكم الله، فإن المعاهدة هي حكم من أحكام الشريعة. حتى يدفعوا الجزية عن يد، فلذلك هذا الحكم كونه حكم الله جل جلاله ومترتب على وقوعه أن يعيشوا آمنين بين المسلمين، قالوا فمقتضى ذلك فقوله إلا بحبل من الله، أي بذلك العهد الذي هو حكم من أحكام الله عز وجل. طيب، أو بحبل من الناس. قال العلماء هنا، طبعا من العلماء من قال الناس هنا أهل الإيمان، ومنهم من عممها، وهذا ذكره بعض المحققين مثل البقاعي رحمة الله عليه، إلا بحبل من الناس بعمومه، سواء كان من المسلمين أو من النصارى أو من غيرهم، فإنه يكون بسببهم ما يرفع عنهم تلك الذلة، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، حبل من الناس إن قلنا بالمؤمنين فما المقصود به؟ قال العلماء لأن من حق الإمام، إمام المسلمين في حال المعاهدة، أن يجعلها على مدى قصير أو طويل، فيخفف بتطويلها ذلك الأمر عنهم أو يقصر ذلك. فلما كان مرد ذلك إلى إمام المسلمين وهو من الناس، فلذلك قال الله عز وجل إلا بحبل من الله أو حبل من الناس. ومن قال بالعموم إذا كان لهم حصل ذلك لهم أيضا بغير المسلمين من حماية تكون لهم، أما إن كانوا هم لوحدهم فليس لهم إلا الذلة، فليس لهم إلا الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله. باءوا من البوء، وهو المكان، ومنه يقال تبوأ فلان منزل، أي نزل منزلا وسكنه. فقوله عز وجل وباءوا بغضب من الله، أي أنهم باتوا في هذا الغضب وسكنوه كما يسكن الإنسان بيته. والمقصود أنهم ضرب ذلك الأمر عليهم وأصبح لازما لهم لا يستطيعون الخروج منه، وضربت وباءوا بغضب من الله، فإذا باءوا بمعنى باتوا به واستوجبوا. ومن ناله غضب الله، أي خير يؤمل من ورائه، وماذا يظن بعاقبته؟ ومن كان بهذا الوصف، من الذي تميل نفسه إليهم؟ ومن الذي يهوى القرب منه؟ بل من عرف ذلك عنهم فإنه يخشى لو اقترب منهم أن يناله من ذلك، إلا ما كان قرباً لأجل الدعوة والبلاغ والبيان.
وباءوا بغضب من الله. فإذا عرفنا معنى باءوا وغضب الله عز وجل، فهم بسبب أفعالهم وأحوالهم، فالله عز وجل عاقبهم بأنه غضبان عليهم. ومن غضب الله عز وجل عليه هل سيكون سعيدا في الدنيا؟ وهل سيكون سعيدا في الأخرى؟ هل سيفوز برضوان الله والجنة؟ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، أيضا ضربت عليهم، ألزموا المسكنة. هذه المسكنة من أجمل ما ذكر أهل التفسير، المسكنة أنه هنا ليست قلة المال، وإنما هذا الإنسان مهما كان عنده من المال لا يظهر إلا في صورة المسكين، ودائما مظهره وطلبه للمال في صورة من لا يملك شيئا، فهذا مظهره، هذا حاله، هذا شأنه. ولذلك تجده دائما في سعي وكد، ويظهر بهذا المظهر. وضربت عليهم المسكنة، لذلك قالوا إن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنيا، ويظهر من نفسه الضعف ولو كان قويا، فلذلك هذا حاله. فعاقبهم الله عز وجل بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم، فلا يستقرون ولا يطمئنون. وإذا عرف الإنسان هذا الحال الذي هم فيه، فينشأ السؤال مباشرة، ما الذي فعلوه حتى يعاقبوا بذلك كله؟ ويكون في البيان تحذير لمن أكرم بالإيمان، ويكون في البيان استشعار النعمة لمن لم يكن بهذا الوصف الذي سيذكر، ويكون في البيان أن الإنسان يدرك كيف يتعامل مع من هم بهذه الأوصاف، ويثبت المؤمن على إيمانه. فيقول الله عز وجل ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى ضربت عليهم الذلة، وإلى باءوا بغضب من الله، وإلى ضربت عليهم المسكنة. ذلك كله بسبب ماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ولاحظوا جاء التعبير بالفعل يكفرون، وما قال بأنهم كفروا، أن ذلك متجدد منهم، واقع منهم على صورة مستمرة. ذلك بأنهم يكفرون، وما قال يكفرون بالله، قال يكفرون بآيات الله، لأن الذي عرض عليهم كما مر معنا آيات وليس آية واحدة. والإنسان إن عرضت عليه الآية وكفر فهو قبح، فكيف بمن عرضت عليهم الآيات فكفروا بها كلها؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ونسب الآيات إلى الله من وضوحها ومصدريتها وهي متعددة، ومع ذلك كفروا. إذن بمعنى
هذه الأمور تعطي دلالة على أن هنا كفر بإصرار، كفر بإصرار بثبات عليه. إذن لا تستغرب أن يعاقبوا بتلك العقوبات العظيمة. إذن أخذوا مداهم في البلاغ، نوعت الآيات عليهم ومع ذلك لم يقبلوا، فإذن لا تستغرب أن ينزل الله عليهم تلك العقوبة الشديدة، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وهل هناك قتل للأنبياء بحق؟ لا، ولكن هنا الأمر للتأكيد، وجاء كلمة الحق هنا منكرة بمعنى أنه ليس لديهم أي معنى فيما فعلوا في هذا الأمر مرتبط بالحق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. ويقول هنا قائل، وهنا ننتبه، وهل اليهود زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا نبيا؟ قتلوا نبيا؟ هنا قال العلماء الوصف هنا أنهم رضوا بما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء السابقين، فحمل ذلك عليهم باعتبار الرضا، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له. فإن الإنسان، ولذلك كما جاء في الحديث لتقريب المسألة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع، رجل آتاه الله مال فسلطه وأهلكه في الباطل فعليه وزر، ورجل لم يؤته الله مال فقال: لو كان عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. إذا كان هناك عزم ونية جازمة بفعل ذلك الأمر كتب على صاحبه ولو لم يفعله. فهؤلاء لما كانوا راضين الرضا التام على ما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء، فكانوا في الحكم مثلهم. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء، وكذلك هم قد حاولوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن المرأة التي وضعت السم في الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم من يهود، وأعلمته الذراع التي وضع فيها السم بما وضع فيها بعد أن أكل ونهس نهسة منها. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. إذن إن قتل الأنبياء جريمة عظيمة، وعندما لا يكون أي أدنى شبهة وليس مبرر، أدنى شبهة في هذه الجريمة ليس عندهم، إلا أنهم أرادوا الباطل بغير حق. ثم يقول الله ذلك مرة أخرى، تكرر ذلك. قال العلماء: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي كفرهم وقتلهم الأنبياء كان له سبب. ما هو السبب؟ استمرارهم على المعاصي والاعتداء، الظلم
فعل المعصية والظلم، فجرأهم ذلك على الكفر وعلى قتل الأنبياء فعوقبوا، فيكون في ذلك تحذير من المعاصي. لا تستصغر المعصية، لا تستهن بمعصية الله، فإن عدوك وخصمك إبليس لا يقف معك عند هذا الحد، فإنه يجرئ الإنسان، يجرئ الإنسان. ولذلك يقول العلماء: من ابتلي بترك الأدب وقع في ترك السنن، ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفريضة، ومن ابتلي بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة، ومن استحقر الشريعة كفر بالله. فاحذر أن إبليس يتدرج معك، فتكون البداية بترك أدب، فإن استمرأته ثم غيره يجرئك إبليس على ترك سنة، فإن استمرأتها جرأك على أخرى، ثم إلى ترك السنن، ثم إلى أن تترك فريضة، فإن استمرأتها مع غيرها، فإن تركت الفرائض جرأك على استحقار الشريعة، ومن استحقرها فقد كفر بالله. فلذلك هنا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن إذن تلك الأوصاف الثلاث كان التعليل لها والتسبيب كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. طيب الكفر والقتل، التسبيب: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ففي ذلك تحذير لهذه الأمة أن الذي أوصل أولئك إلى ما وصلوا إليه ابتدأوا بصغائر الأمور. فليحذر الإنسان أن يكون يعني مكر إبليس معه بهذه الطريقة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نسأل الله التوفيق.